متابعينا الكرام في كل مكان، اليوم نصل معكم في الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ومع مرور الجولة بعد الأخرى تزداد الإثارة والتنافس يصبح بالتأكيد أكثر صعوبة وتكثر المتعة، وهذا ما ننتظره في هذا اللقاء. اليوم يلعب البلو مون مانشستر سيتي ضد نادي كلوب بروج. ضربت بداية الشوط الأول ونحن اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا، جولة قبل الأخيرة قد تكون حاسمة والخطأ يصبح ممنوع في هذه المواجهات لأنه قد يكلف الكثير. إيدير بالانتا، تمريرة جميلة بالكعب، الله، تدخلان على حمل الكرة. برناردو سيلفا وكرة خطرة، أوه، مرت بجانب المرمى بالسنتيمترات. هجوم من مانشستر سيتي، عرضية في العمق، الله على صلابة الدفاع، ابعاد هذه الخطورة من المرمى. الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات دوري أبطال أوروبا، لكن الأمر لا يختلف كثيرا عن أي مباراة في هذه المسابقة، هنا بطولة الكبار ودائما ما تستمتع الجماهير في أي مباراة في هذه المسابقة. كرة بتتجاوز الخط في المباراة، رمية تماس تفتقد الدقة، كرة بتروح للفريق الخصم. رودريغو، زينشينكو، ترشيحات اليوم كلها في مصلحة مانشستر سيتي، اليوم فرصة قد تشكل خطورة. يا مجنون يا أخي، أنت كيف تلعب؟ شوف الهروب من الرقابة، عرضية في مكان خطير لكن المدافع كان لها بالمرصاد في اللقطة الماضية. بمبدأ الأمان خلص المدافع، كرة تسويب الآن يوقف حارس المرمى، كرة إلى ضربة مرمى،
خاطرة وخطأ من جوندوجان. بناء الهجمة بشكل سليم، تمريرة خطيرة، تسويب على العارضة. زينشينكو، مان سيتي يهاجم. الله على العرضية، رياض محرز والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. كرة في نفس المكان اللي وقف فيه حارس المرمى. لحظات وتنفذ رمية التماس. رمية التماس يلعبها بشكل سريع. الكرة تعود لمانشستر سيتي. إيدير بالانتا. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة. جابريل جيسوس، تغطية ضعيفة من المدافع. الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظات. كانت الكرة عرضية خطيرة لكن الهجوم ما كان متمركز بالشكل المطلوب. روبن دياز، زينشينكو، جيسوس وفرصة. جابريل جيسوس محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. برناردو سيلفا ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. برناردو سيلفا، محاولات من السيتي من أجل افتتاح النتيجة. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. زينشينكو حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. زينشينكو، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. حولها براسه في المرمى، حط الكرة حط. يا لعيب يا لعيب. انظر إلى الهدف من جديد، شاهد الروعة والمهارة وسرعة ردة الفعل وكيفية التسجيل بكل الطرق وبكل الوضعيات. تأتي الفرصة ويسجل دون تردد، وهذه المرة كانت من كرة رأسية. النتيجة كما هو متوقع، تقدم مانشستر سيتي. كلينتون ماتا، جاك غريليش. إضافة دقيقتين إلى الوقت، يخترق ولديه المساحة. تصويبة غير دقيقة، الكرة تخطئ الشباك. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0.
عودة الفريقين إلى أرضية الملعب مع انطلاقة شوط المباراة الثاني في مباراة تأتي في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تنافس كبير في بطولة أندية النخبة. نتمنى الاستمتاع أكثر في هذا الشوط. فريق يستعيد الكرة في منتصف الملعب، برناردو سيلفا، مهارة جميلة، كعبة عالي، رياض محرز، كرة بشكل جميل، أوهو، تسديدة أرضية صعبة جدا، مرت الكرة، عدت الكرة إلى الشباك، كرة حطها بطريقة رائعة جدا وصعبة جدا في الزاوية الأرضية على المرمى. هذه الكرات ما يوقفها حارس ولا يوقفها مدافع، الكرة في الشباك. جاك غريليش، تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة، كرة بتتخلص، برافو للمدافع في التغطية. هانز فاناكن، تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة، بيلعب للكرة، يا الله شوف اللقطة، شوف الكرة، ممتاز التنفيذ، لعبها صح لكن عدت. مدير الفني للفريق الضيف اعتقد حسم امره، حسم قراره، راح يجري التغيير في هذه اللحظات. بيرسل الكره، تصويبه لكن الخطوره تنتهي عند الحارس. بمر ويتقدم الكره، زينشينكو حطها في المرمى، يا رب الله على هذه الكرة، على الفن، على الإمتاع، على المهارة والإبداع، يا سلام يا سلام. كرة تعانق الشباك، لمسة جميلة وجدت مكانها في أسفل الشباك. إعادة الهدف من زاوية مختلفة للمرمى. يبدو بأن السيتي سيقوم بتبديل في الدقائق المقبلة. روبن دياز، جاك غريليش، تصدي رائع من مينيوليه، رياض محرز، يا لعيب، يا مجنون، يا فنان، يا اخي انت كيف تلعب، كيف تلعب، شوف كيف حطها. بالاعاده نلاحظ كيف تم بناء الهجمه بشكل جماعي، تناقل للكرات، انهاء مميز في الشباك، هدف لا يمكن ان نحمل مسؤوليته لحارس المرمى، تصدي للكره في المره الاولى، غياب تام لاي دور دفاعي. مدرب الفريق الضيف على وشك انه يقوم بالتبديل في هذه اللحظات. بناء الهجمة بشكل سليم، تمريرة خطيرة. إلكاي غوندوغان رحيم ستيرلينج، كرة بتتخلص،
الحلول أمامه في الهجوم. فريق الخصم بيخلص الكرة. جون ستونز. رحيم ستيرلينج. كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. جون ستونز. كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس. نقترب الآن من صفرة النهاية، وما زال الفريق المتقدم مسيطر على مجريات هذه المباراة. يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. خطأ بيتنفذ، خطأ ممتاز، لكن حارس المرمى بكل ثقة يمسك بهذه الكرة. واضح ان مدرب الفريق الضيف راح يجي للتغيير الان. رحيم ستيرلينج عرضية في مكان خطير، لكن المدافع كان لها بالمرصاد في اللقطة الماضية. تدخل ممتاز الكرة، وبالتالي تتحول الكرة إلى رمية تماس. جون ستونز. كيفين دي بروين. دقيقتين بيحتسبهم حكم المباراة كوقت بديل. روبن دياز. هانز فاناكن. نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي. حسم الفريق المباراة قبل نهايتها، مباراة كانت من طرف واحد، الآن تنتهي المباراة رسميا بفوز كبير.